احنا لسه مكملين مع دكتور مصطفى مدبولي واجتماعه لمتابعه موقف الاراضي الصناعيه اللي بيحصل عليها المستثمرون، وقال ان الحكومه بتسهل اجراءات حصول المستثمر الجاد على الاراضي الصناعيه، وده اكيد في ضوء اهتمام الدوله بقطاع الصناعه في المرحله دي، وشدد سيادته على ضروره الاسراع في انهاء اجراءات البنى والترخيص وجميع الموافقات الحكوميه اللازمه، وقال كمان انه هيتم مراجعه موقف الاراضي اللي سبق طرحها، وهيكون في متابعه لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف اقامتها عليها.